بفقرة 10 على 10 بتنضم لإلي دكتورة ندى معوض لنحكي دايما بشؤون تربوية، وهي خبيرة واختصاصية بالمجال بمجال التربوي، وعم نحكي عن هالأونلاين واليوم الأونلاين للناس اللي عندهم احتياجات خاصة. صباح الخير دكتورة ندى. صباح النور ميلاد. ويعطيك العافية. أنا منيح، أنت كيفك؟ شعراتك حلوين اليوم. عفوا، شعراتك حلوين. ممنون كثير، ممنونك، شكرا لك. اخر مره التقينا كنا عم نحكي كنت قصصهم، هلا تغير اللوك. هذا انا قصصهم بالبيت. دكتوره معوض، طبعا الاونلاين مثل ما قلنا ودائما بنحكي معك، يعني ما فينا نشوفه من ناحيه وحده، ما فينا نشوفه من منطلق واحد، لبل من الضروري دائما اكتشاف الابعاد الايجابيه والفعاله والبناءه لكل شيء عم بيصير بحياتنا. وعلى كل حال هيدا اسلوبك، بس اليوم يعني الناس اللي عندهم احتياجات خاصه بيكون كمان عندهم احتياجات للأونلاين ربما تكون مختلفة. كيف فينا نفهم هذه الاحتياجات على ضوء الأونلاين؟ هل في مجال إذا بيقول للتخفيف من هالاحتياجات؟ هل عندنا القدرة فعليا لتلبية حاجاتهم؟ هلا نحن بدنا نميز الأولاد اللي عندهم احتياجات خاصة. وقت بدي احكي كمان بدي صنف التلاميذ، يعني في تلاميذ عندهم صعوبات تعلميه. نعم. وقت نكون عم نحكي نحن عن صعوبات تعلميه ناتجه عن يمكن قله شغل، ما في ما بولد ما بيحب يشتغل، اذا انترك قدام الاونلاين لحاله بدون اهتمام من الاهل، وهون الكلمه بتفرق. يعني انا عم بقول اهتمام، ما عم بقول مناظرة أم مراقبة. كلمة المراقبة رح بتكون بتعطي، إذا بدي أقول، مفعول سلبي على الولد. إنما الاهتمام يعني الأهل يبينوله للولد إنه نحن مهتمين بشغلك، نحن عم نتابعك، ويجربوا يضووا على الإيجابيات إنه أنت شو تعلمت، شو اكتسبت. هون بيكونوا الأهل بلشوا يصلحوا علاقة بينهم وبين ولدهم، وعم بيساعدوه يتخطى الصعوبات يلي يمكن كانت مكدسة عنده، لأنه الأونلاين مثل ما بنعرف أنه الولد قادر يرجع يشوف، قادر يرجع يجرب. يعني في عنا إذا بدنا نقول فترة يلي مع الأهل بالبيت قادرين يكونوا عم يستثمروها بطريقة إيجابية ليساعدوا الولد يلي محمل معه يمكن كتير قصص مش فهمها ومش ملكة، إنه يصلحها بهالوقت. لأنه كمان الأساتذة إذا بدي أقول النظام يلي ماشيين فيه، أما الريتم يلي ماشيين فيه هلأ هو أبطأ من الريتم يلي يعتمدوا بالمدرسة. في عنا وسائل مختلفة، فخلينا نستفيد والأهل ينتبهوا إنه الولد يلي عنده صعوبة كان أم كان عنده تأخر يكونوا عم بيراقبوا، عم بيهتموا فيه، بيهتموا بالتعليم تبعه ليساعدوه يتخطى هيدي المرحله ويرجع يفوت على المدرسه يمكن عم بيقلع مثله مثل رفقاته بنفس المستوى. في عندي عده اشياء بهذا الاطار اسالك عنهم. اول شيء فرقتي حضرتك بين يلي عندهم صعوبات تعلميه او يلي عندهم احتياجات خاصه مختلفه. يعني اول سؤال بهذا الاطار كان يعني بالفتره الاخيره كي كثير وحضرتك كثير تشتغلي على هذا الموضوع، موضوع الدمج، يعني موضوع دمج هل الاولاد باحتياجاتهم مع بالمدارس كجزء ايضا من اذا بدك احترام انسانيتهم، احترام اختلافهم، وبنفس كمان اعطائهم فرص يعني متوازيه مع غيرهم من الطلاب. هل التعليم اونلاين بيامن هذا الدمج؟ يعني هل بيحرص على هيدا الدمج ولا لا؟ يعني عم برجع خلي هيدا الولد يرجع اذا بدك للعزله يلي كان شوي عم بيعاني منها. اللي عند الأشخاص اللي عندهم احتياجات خاصة هن ضمن المجتمع، ونحن مع الدمج إذا بدي أقول إذا بدنا نربي على المواطنية، على احترام الآخر، يعني نحن بحاجة لهم بحياتنا. والولاد بالمدرسة
هن اذا بدي اقول هن الفرح يلي بيزيدوه للمدرسه، وجودهم بيخليهم يعني هو كثير مفيد لهم ومفيد للبقيه. وقت بنجي على الاونلاين صاروا مثلهم مثل غيرهم، يعني اللي عنده احتياجات خاصه يلي كان بحاجه، وهون بدي يلي بحاجه انه يكون عم نساعده، نحن نحمل له الشنطه ليطلع رفقاته يساعدوه بالشنطه ليطلع على الدرج ليوصل على الصف، اما على كرسي متحرك وقت اللي صرنا بالاونلاين صار مثله مثل غيره. اوكي هيدي نقطه يمكن خلت الاولاد كمان يكون عندهم هالشعور المتبادل، يعني نحن عشنا بهال الحجر الصحي عم بهالفتره عم نعيش مرات وبنختبر شو الاشخاص يلي عندهم احتياجات خاصه عم بيكونوا عم بيعانوا. واليوم باول مرحله كان في فتح للمعاهد والمدارس المخصصه للاشخاص اللي عندهم احتياجات خاصه، لانه ما فينا نتركهم كثير ما بيقدروا يتابعوا التعليم عن بعد، مثل اذا بدي اعطي يلي عندهم توحد، اما يلي عندهم هالصعوبات اذا بدهم هالاحتياجات مش قادرين نتركهم اكثر بالحجر الصحي، حالتهم كثير رح تتاخر. اوكي، شو نصيحتك هيك لحتى قبل ما يدهمنا الوقت، شو نصيحتك للاهل يلي هلا عم بيتابعونا عندهم ولد عنده احتياجات خاصه وهلا عم بيتابع تعليم اونلاين، كيف ممكن يسهلوا هالعمليه على ابنهم؟ هون اهم شيء انا برجع بكرر، اول شيء وجودا معه، وجود الاهل مع الولد كثير مهم، بس مش فقط الوجود الجسدي انه انا قاعده هون وعم براقب، لا الاهتمام الحوار معه لنقدر نكون عم نلبي له الحاجات تبعه. الوضع منه هين ولا عليهم ولا علينا نحن، يعني الاهل قد ما فيهم يكونوا عم بيخففوا من وطئة هالمرحله على الولد، يكونوا عم بيهتموا في عم بيساعدوه، ايضا عم بيكونوا على طول في من قبلهم تشجيع للولد ليقدر يكمل، يعني ما نقول له انه انت مش قادر، اما مش قادر تتابع خلص عاد بالبيت عاد ما تدرس ما تشتغل، لا خلينا نكون عم نقول له مثلك مثل غيرك، يعني نضلنا عم نعطيه هالحافز يلي بخليه يشد حاله، يلي بخليه مثله مثل غيره يكون عم بيقوم الصبح عم بيحضر حاله عم بيقعد قدام الشاشه ويبلش يتابع الدروس مثل كانه عم بيروح على المدرسه. هلا يمكن اكيد بدنا نفهم مرات اذا كان عنده صعوبه بالتركيز، اذا كان يمكن عنده صعوبه انه يضل قاعد، نتفهم وضعه بس بنفس الوقت ما نبرر له، يعني نخليه يكون مش عم بيوقف، وهيدا كثير مهم. مثل ما الاولاد كلهم نحن الهدف من التعليم اونلاين انه ما يخسروا هالعاده، انه نضلنا عم نشغلهم صح نضلنا متابعين، هو كمان لازم ما يضيع هالروتين يلي عنده وما يفقد المهارات يلي اكتسبها. كثير تعبنا كثير اشتغلنا على اولادنا لنوصلهم لمحلات معينه، فحرام هلا بالحجر الصحي نضيعهم يفقدوهم. دكتور بعد سنتين برات المدرسه، يعني هلا صرنا سنه وجايين مزبوط، وهلا يعني حسيت ممكن يكون نساهم، يعني هل مثل ما بيقولوا هالبنيان يلي او هالديسيبلين يلي تعلمها هيدا الولد لا ينخرط اكثر ممكن يكون عم بيضيعها. شكرا كثير لك دكتوره ندى معوض، بحلقات ثانيه كمان رح ممكن كمان نتطرق لمواضيع كثيره من بينها قد ايه التعليم الاونلاين بيقدر فعليا يطال كل الشرائح وكل يعني على اختلاف الاولاد واحتياجاتهم الخاصه. هيدا كمان الأسبوع الجاي الله راد، يلا لأنه كتير مهم كمان أعرف هالوسائل المستخدمة إذا فعليا بتطال الأولاد على احتياجاتهم الخاصة. هيدا كان الأستاذ بالمدرسة يقوم فيها، بيعرف كل حدا شو عنده احتياج، وبينما هلأ إذا كان هالمنهج عم ينحط أونلاين واحد أو حتى مختلف هل بيطال الكل؟ هيدا سؤال تربويا لازم نبحث فيه أنا وإنت. بشكري كتير ونهارك موفق. شكرا شكرا شكرا.